أهنيكم على شهر رمضان، شهر الطاعة. تقبل أعمالكم، صيامكم، دعاءكم، وحقيقة أكون سعيد أن أكون يوم بين كوكبة من العلماء، من الأساتذة الأفاضل الذين يعملون كل الوقت بظروف صعبة وتحديات من أجل النهوض بواقع التعليم. هذه مسؤولية كبيرة، ولكن تتحملونها من منطلق مواقفكم كنبراس للعلم في العراق، تنقلونها من جيل إلى جيل حتى التاريخ يكون يحاسب على ما قمت به وينصف الجميع عما قمت في ظروف صعبة ومعقدة. فجزيل الشكر وكل احترام لما تقومون به بهذه الظروف الصعبة التي من الصعب الإنسان أن يحولها من قصص تحديات إلى قصص نجاح، والحمد لله شكر نجحتم. حقيقة يا إخوان، أتكلم لكم بصراحة، أنا قاعد اليوم بين علماء وأساتذة، وتعلمنا من الطفولة أن ننحني للمعلم وننحني للأستاذ. لا يحمل ما يحمله هذا المعلم أو هذا الأستاذ من قيم في صناعة المجتمع. هذه الحكومة جت بظروف صعبة ومعقدة، وكانت عندنا تحديات كبيرة، ولكن الحمد لله والشكر بصبر أهلنا وشعبنا، بصبركم نجحنا في عبورها ولم ننجر إلى ظروف أعقد وأصعب. قد نجحنا في البعض، وقد في بعض الأمور لم يصبنا النجاح بسبب الوقت والظروف. نصنعها لما نحقق أربع قضايا أنا أذكرها دائما في اجتماع مجلس الوزراء، ودائما يتحمس لها الدكتور نبيل والدكتور خالد وبعض الوزراء: التعليم ثم التعليم ثم التعليم. حتى نهض الدولة تحتاج تعليم، تحتاج اقتصاد تحتاج تعليم، تحتاج صحة تحتاج تعليم. فالدولة تبنى في الأمن، في القانون، وفي التعليم، وفي الصحة. من عندك هالمواصفات موجودة في أي دولة، مقومات النجاح موجودة. في العراق انبنت أول مكتبة بالعالم، وانبنت أول جامعة في العالم. فمن غير معقول يكون ماضينا أفضل من حاضرنا. هل يتحمل أساتذة الجامعة هالمسؤولية؟ بكل تأكيد لا. من يتحملها النظام السياسي ومن يدير دفة الحكم في العراق. أنا لا أتكلم أو أجد أعذار، ووعدتكم أن طبيعتي شفاف، فأتكلم بكل صراحة اللي بقلبي أحكيه. أنا جاي بظروف صعبة في بلد اقتصاده منهار، على حافة الانهيار بينا، في بلد مع الأسف الشديد بلد الحضارة وبلد الزراعة وبلد الثروات. العراق يعتمد فقط على ثروة النفط، كأنما النفط أو الموت. النفط وصل أسعاره إلى الصفر. في بدأ ميزانيته تعتمد 96% على النفط، واليوم دول كثيرة هي غنية بالنفط حولت النفط إلى مشروع أجيال ما تعتمد عليه. هاي كيف تبدأ؟ من التعليم ومن الجامعات اللي تهيئ القيادة لقادة البلد. ما أطلب منكم يا إخوان أساتذة، يجب ننحني لكم بكل تقدير وبصدق، ننحني لعلمكم. كيف نحول العلم إلى فرصة للنجاح؟ وكيف نحول الشهادة إلى فرصة للعلم؟ ندرس واقعنا ونعلم الآخرين واقعنا شنو. مو تحلم الشهادة تكون فرصة للحصول على راتب أعلى. نعم، من حق الأستاذ الجامعي ومن حق المعلم أن يبحث فرصة حياة كريمة وأفضل، ولكن ليس على حساب النوعية وليس على حساب العلم. في كل اجتماعاتنا نعمل عن فرصة للنهوض بهذا البلد. ومشكلتنا الحقيقة هو مشكلة سياسية. نعم أكو مشكلة سياسية، لكن المشكلة ثقافية بامتياز. لو كان هناك وعي وتعليم جيد كان شفنا البعض يفكر بطريقة تليق بالعراق في عام 2022. هذه التحديات يجب نبدأ بها من الجامعات. اليوم عندنا فرصة أن نعيد بلدنا. حتى نعيدها نحتاج نصنع فرصة أمل وعدم جلد الذات. أنا أشوف ناس تشتكي، مواطنين وحقهم يشتكون، كل مطالب الشعب حقه كلها. المواطن يحتاج من الدولة توفر له فرصة حياة كريمة. لما الدولة تفشل من حقه يحترض ومن حقه ينتقد ومن حقه يتظاهر، ولكن
بالطريقة تليق بالعراق وتليق بسمعة العراق، إنه نقدم احتياجاتنا بطريقة تشبهنا كلها، تشبه أجدادنا. أنتم كلكم قاعدين أحفاد أهم حضارة في التاريخ الإنساني، احتياجاتكم يجب توفرها الدولة، لكن إحنا صارنا سنتين تم استنزاف الدولة باجتهادات ما سمي خلافات تعطل مسيرة التنمية. وهذه الحكومة كانت جادة باتخاذ خطوات جريئة وصعبة، والكثير حاول أن يفشلها تحت عناوين معينة حتى الحكومة ما تنجح. لا والله، أنا مواطن عادي اليوم بها المهمة باشر أكون قاعد ببيتي في خدمة ناسي من أي موقع، بس هذه خدمة للناس، للعراق، مستقبل العراق. أتمنى عليكم يا سادة الاهتمام بالتعليم، والتعليم الأهلي يأخذ دوره، يأخذ دوره، ولكن ضمن المعايير العلمية وليس المصلحة التجارية. عيب العلم يكون للتجارة، العلم من أجل العلم، من أجل الإنسان. العراقيين يستحقون تعليم أفضل، جامعة أفضل، وبالخصوص عندنا تحدي سنوي. احنا عندنا تقريبا ايش قد دكتور نبيل؟ 360,000 طالب سنويا تقريبا خريج يبحثون عن فرصة عمل. من يخطط؟ هاي الفوضى الموجودة في دوائرنا البيروقراطية تخطط؟ الجامعات هي المصنع الحقيقي لقادة المستقبل. شو الفرق بين التعليم الإعدادي والجامعي؟ التعليم الإعدادي والثاني يخليك تفكر تتعلم، الجامعة تخليك تصنع قرار. ولهالسبب الماجستير والدكتور عندك مشكلة تحلها، يعني أنت قاعد تسوي إنجاز. أتمنى عليكم يا أساتذة أن تقومون بدوركم، الحكومة في ظهركم، اطمئنوا رغم كل الضغوط عليكم وعلي وعلى الوزراء، يجب نتحملها من أجل العراق، يجب نمتص بعض الأمور حتى نعبر العراق إلى بر الأمان وتنجحون بمهماتكم. البنى التحتية، ساحات العمل في الجامعات مهمة، تكون ساحات تشبه كل العراقيين، لا تكون ساحات للصراع السياسي أو صراع تحت عنوان مكونات. والله أخجل من كلمة مكونات، أحس أنا عنصري، تحولنا عنصريين، أنا أميز حالي عن آخرين على أساس مكون. لا، كلنا عراقيين متشابهين، من حقنا يكون عندنا انتمائنا الفرعي، نحتفظ به ونعتز به وندافع عليه، لكن ضمن إطار القانون. نحتاج هوية وطنية عراقية، من نصنعها؟ أنتم تصنعوها مو أنا أصنعها. أنا ساهم، بس الدور الرئيسي لكم. أنا رئيس وزارة لسنتين لفترة معينة أروح، بس تباقين في مواقعكم ومسؤوليتكم، تتطلب عليكم مسؤولية أكبر. هذا عشمي بيكم حقيقة، وعشم كل العراقيين أن ننهض بواقعنا من أجل العراق ومستقبل العراق.